السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالنا اتصال يا جماعة ان ابو خالد ان هو ماسك كوبرا وحاططها في شكارة. وطبعا يا جماعة اتصل بيا قال لي تعالى ليكم حمادي، هو ماسكها من نجيدي يا جماعة من عندهم. وطبعا هو حاليا في كوب حمادة في شارع المبرة وفي المحل بتاعه. وطبعا يا جماعة انا داخل عليهم، طبعا يا جماعة احنا داخلين عليه وتابعوا معانا ونشوفوا الكوبرا اللي هو ماسكها. وخليكم معانا وربنا يستر علينا وعليكم يا رب. طبعا يا جماعة احنا وصلنا ابو خالد. ازيك يا حاج عامل ايه؟ ايه يعني كبيرة ولا صغيرة؟ ايه هي دي؟ انت مالك على ده؟ على مجوز اللحمة علشان نبيعه بالكيلو. انزل كده استنى عشان لك الكرسي الثاني ده. خد الكرسي ده يا ابني يا صاحبي. صغير بتاعت 130 سم والمسك وراك هو تخاف. سبحان الله يا اخي، هي الكوبر كده كده لو اول ما تطلع من الكوبر بتدافع عن نفسها. ده كانت فين دي؟ كانت في النجيدي عند جماعه السيسي في مصنع المونتاج. بيت ولا مصنع؟ في البيت. وفي واحده ثانيه هناك بس بتنزل الارض وترد اكبر من دي بشويه. فانا متابعهم وقلت لهم ان شاء الله ربنا ييسر الحال ابو زهري ترن علي وهنجي لك. يا رب ندعوك يا رب. شوف الزعانف بتاعتها قد ايه يا صالح. نعم المفتاح. هاي المفتاح اللي عم بدي اتصالح كثير عنك. بس الأنياب بتاعتها سليمة زي ما هي. على طول السام. شايف السام انت يا صالح؟ ده مع انها صغيره بس بنت كلب مميته. كبر السوداء. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.